من الجيزة الآن جمعة الغضب. التاريخ فين؟ هي جمعة الغضب يعني جمعة الغضب يعني دي كانت ده بقى الجمعة اللي فاتت. المفروض ان هو نازل دلوقتي على ان ده بيحصل الايام دي. يعني هي جمعة الغضب ولا مش سبتمبر عارف 20 2019. بجد؟ يعني ده كان يوم الجمعة. استنى، هو سبتمبر النهاردة 20 22 يعني كان يوم الجمعة. اوكي، يعني ده كان في الجيزة، ده في ميدان الجيزة يوم الجمعة اللي فاتت. هنشوف حاجة تانية. يلا حاضر. published on July 6 يوليو 2013. نفس الناس بنفس اللبس بنفس الوجوه بقى 20 سبتمبر 2019. هي فجأة كده بقدرة قادر. طيب بس على فكرة بقى، يعني برضو في صعوبة شديدة في انك تتتبع ده، يعني انك تبص على فيديو فتكتشف انك عارفه. الله، ده مش ده، ده كان موجود من سنتين ثلاثة. يعني هم بيلعبوا على النقطة دي، انه مش كل الناس هتفتكر اللي بتشوفه انها شافته قبل كده. دايما هو صعب عليا وعليك، انا وانت، لكن هو الحقيقه هو مين اللي اكتشف الفيديو؟ واحد بس، خلاص. ما حدش بقى يجي يقول لي المصريين ما بيفهموا. المصريين بيفهموا، المصريين ما بيعرفوا. المصريين بيعرفوا، المصريين مش واخدين بالهم. لا، المصريين واخدين بالهم. المصريين مغيبين. لا، المصريين مش مغيبين. انا بشوف دايما انه اكبر الاخطاء الحقيقه والمهانات انه نستخف اتفرج بقى على حد بيقول لي ما هي دي اخلاق العبيد. انت بتوصفني انا بالعبوديه ليه؟ انا كمواطن عادي خالص. طيب ازاي اتفرج عليه وهو طول الوقت بيهين فيا؟ شويه العبيد اللي يقبلوا بده يا اخي. حتى الف ب خطاب سياسي ما بتقولش كده خالص، ده انت لازم تقول العكس. بالظبط بالظبط، فاهم؟ طول الوقت حاله من اهانه المصريين والاصرار على امتهانهم اللحظة تلو الأخرى، باللحظة مش باليوم. وطول الوقت بيقعدوا يشتموا في الشعب ويشتموا في المجتمع. يا أخي حتى لو بيقول كلام مش على هواك، ده بيقول كلام عكسك.